السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا شباب، معكم قناة برا 88، أرجناكم مقطع جديد في لعبة Red Dead Redemption 2 Online. طبعا أخواني، إجلتش تدبيل ذهب وفلوس، وهذا إجلتش راح يكون جدا جدا سريع أنك تدبل ذهب وفلوس. شلون سريع يا برو؟ لأن ما راح نسوي إجلتش عن طريق طور القصة أو الستوري، يعني راح نطبق كل الإجلتش عن طريق الأونلاين فقط، راح نحل اللي هي مشكلة رسبون الخريطة. تمام يا جماعة، مثل ما قلنا، اللي حاب يسوي لي لايك أهلا وسهلا، واللي مو حاب يسوي لي لايك اتشرفت فيك في متابعة المقطع حقي. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار، رابط الانستغرام موجود في الوصف تحت، إذا كان عندك أي سؤال تواصل معي عن طريق الانستغرام. تمام يا جماعة، يلا نبتدي متطلبات الجلتش ونقول بسم الله. بداية أو الطلب الأول لازم تكون سيرفر خاص. طيب يا برو، كيف أدخل سيرفر خاص؟ راح أخلي لك رابط مقطع فيديو في الوصف تحت اللي هو حق سيرفر خاص، بعدين تجي على هذا المقطع وتطبق خطوات جلتش. والطلب الثاني، تجي توقف عند هذا المكان اللي أنا واقف فيه بالضبط. بعد ما تجي وتوقف عند هذا المكان بالضبط، الآن تضغط سهم يسار، من ثم تروح على هذا الخيار بالضبط اللي هو حق الكام، تضغط على X، بعد أول واحدة X، بعد أيضا أول واحدة X، أول واحدة أيضا X، بعدين كل اللي عليك تنزل عند هذا الخيار اللي هي حق اسم المنطقة هذه وتضغط عليها X، من ثم كل اللي عليك راح ينتقل مخيمك عند المكان اللي راح نطبق عليه خطوات جلتش. هذه هو المكان اللي راح نطبق عليه خطوات جلتش، اللي هو حق مكان رسبون الذهب ومكان رسبون الخريطة. والطلب الرابع، ايضا لازم تكون خريطة معينة موجودة عندك علشان انك تطبق عليها خطوات جلتش وتدبل ذهب وفلوس سريع، اللي هي هذه الخريطة تشوفها امامك. طيب يا برو، كيف اجيب هذه الخريطة؟ راح اخلي لك رابط مقطع فيديو في الوصف اللي هو جلتش تدبيل خريطة الذهب عن طريق مهمة البريد. من تحصل على هذه الخريطة بعدين تجي على هذا المقطع وتطبق خطوات جلتش. تمام، الان راح ننتقل على مخيمنا الخاص عن طريق اللي هو التنقل السريع اللي موجود في بلاك ووتر، وننتقل المخيم. اوكو، للحين احنا حلوين. طبعا من تجي او ترسبن في المخيم راح تظهر لك مهمة البونتي بالقرب من المخيم حقك، اللي هي هذه المهمة اللي تشوفها امامك. طبعا هذه المهمة هي راح تخرب عليك رسبون الخريطة اللي ترسبن على الشجرة، يعني من تظهر لك هذه المهمة راح تخرب عليك رسبون الخريطة. طبعا مو كل اللاعبين تظهر لهم هذه المهمة، إذا ما ظهرت لك هذه المهمة كمل مشوار خطوات جلتش، لكن الناس اللي ظهرت لهم هذه المهمة لازم أنك تسوي الخطوات اللي أنا راح أسويها علشان أنك تحل هذه المشكلة. تمام، الآن كل اللي عليك أنك تفتح الخريطة اللي تكلمنا عليها في بداية المقطع اللي هذه الخريطة. الآن راح نفتحها بشكل عادي، ومن ثم كل اللي عليك أنك تبحث على الصندوق اللي موجود في النقطة الصفراء. الحين من أبحث على الصندوق وحصل الصندوق راح أرجع لكم على طول. ومثل ما تلاحظون حصلنا صندوق الذهب والفلوس. الآن كل اللي عليك راح تعلق على مربع وتاخذ الذهب والفلوس الموجودين داخل الصندوق. طيب يا برو، علشان نحل المشكلة شلون؟ كل اللي عليك علشان تحل مشكلة اللي هي البونتي الموجود بالقرب من رسبون الخريطة، كل اللي عليك الآن انك تضغط اوبشن، من ثم تروح على كلمة اونلاين وتضغط عليها اكس بشكل عادي، من ثم كل اللي عليك تروح على صورة المخيم الخاص حقك وتضغط عليه اكس بشكل طبيعي، وراح ترسبن في المخيم. بعد ما ترسبن في المخيم كل اللي عليك الآن تتجه لعند الشجرة اللي راح تكون عليها رسبون الخريطة. ومثل ما تلاحظون رسبنت الخريطة معانا بكل
ببساطة. يعني حلينا مشكلة البونتي اللي كان يخرب على رسبون الخريطة اللي بالقرب منها. الآن راح أرويك وين موقع رسبون الخريطة حق الناس اللي ما يعرفون وين موقعها بالضبط. هذه هي موقع رسبون خريطة الذهب اللي تكون معلقة على الشجرة. الآن كل اللي عليك راح تعلق على مثلث وتاخذ الخريطة بشكل طبيعي، وبس تشوف شعار على جهة اليمين شعار الخريطة، كل اللي عليك انك تفصل الشبكة وترجع الشبكة. بعد ما ترجع الشبكة راح تطلع لك الصفحة الرئيسية، كل اللي عليك تروح على صورة المخيم وتضغط عليها X بشكل طبيعي، وراح ترسبن في المخيم بشكل عادي. بعد ما ترسبن في المخيم الآن راح نسوي نفس خطوات قلتش في البداية، نعلق على سهم يمين وراح نفتح الخريطة اللي تكلمنا عليها في بداية المقطع اللي راح تعطينا ذهب وفلوس اللي هي هذه الخريطة بالضبط. الآن راح تفتحها بشكل طبيعي، ومن ثم كل اللي عليك راح تبحث على الصندوق اللي موجود في الخريطة، ومن أحصل صندوق الذهب راح أرجع لكم على طول. ومثل ما تلاحظون حصلنا الصندوق بشكل طبيعي. الآن كل اللي عليك راح تفتح صندوق الذهب وتأخذ الذهب والفلوس الموجودين داخل الصندوق. إذا لاحظت إنه ما في مهمة بونتي بالقرب من عند الخريطة، كل اللي عليك إنك تتجه لعند موقع رسبون الخريطة اللي راح تكون معلقة على الشجرة. إذا لاحظت إنه في مهمة، كل اللي عليك إنك على طول تفتح الصندوق وتبدل السيرفر نفس الطريقة اللي سويناها في بداية المقطع. الآن كل اللي عليك راح تحصل الخريطة بشكل طبيعي. كل اللي عليك الآن إنك تعلق على مثلث وتأخذ الخريطة بشكل عادي. بعد ما تأخذها كل اللي عليك إنك تفصل الشبكة وترجع الشبكة. بعد ما ترجع الشبكة راح يودونك على الصفحة الرئيسية، كل اللي عليك إنك تتجه على صورة المخيم وتضغط عليه X بشكل طبيعي، راح ترسبن في المخيم بشكل عادي. بعد ما ترسبن في المخيم كل اللي عليك الآن إنك تعلق على سهم يمين وتفتح اللي هو الخريطة اللي فتحناها في بداية المقطع علشان إننا نبحث عن صندوق الذهب والفلوس داخل النقطة الصفراء. الآن راح أتجه وأبحث عن الصندوق وأرجع لكم على طول. ومثل ما تلاحظون حصلنا صندوق الذهب والفلوس. الآن كل اللي عليك راح تفتح الصندوق وتأخذ الذهب والفلوس الموجودين داخل الصندوق. بعدين كل اللي عليك تتجه لعند اللي هي موقع رسبون الخريطة اللي بالقرب راح تكون من رسبون الصناديق. كل اللي عليك الآن تتقرب من الخريطة، راح تعلق على مثلث وتأخذ الخريطة، ومن تشوف شعار على جهة اليمين شعار الخريطة، كل اللي عليك انك تفصل الشبكة وترجع الشبكة وتسوي نفس خطوات جلتش اللي شفناها في المقطع. اذا لاحظت ان في رسبون اللي هو حق البونتي، كل اللي عليك انك تروح تفتح الخريطة وتاخذ الذهب والفلوس، بعدين كل اللي عليك تبدل سيرفر. يعني كل اللي عليك انك لو تلاحظ في مهمة بونتي في هذا المكان راح يظهر لك مهمة بونتي. كل اللي عليك اذا شفت مهمة بونتي على الجسر في هذا المكان بالضبط، كل اللي عليك انك تفتح الخريطة بشكل عادي، وبعدين راح تاخذ الفلوس الموجودين داخل الصندوق، بعدين كل اللي عليك تبدل سيرفر وتروح على خيار المخيم وتسوي نفس خطوات قلتش اللي سويناها في المقطع. تمام يا جماعة، أنا انتهي من هذا المقطع، أتمنى أني ما طولت عليكم بالشرح وأتمنى أن شرحي واضح. لا تنسونا يا إخوان من الدعم، ومثل ما قلنا اللي حاب يسوي لي لايك أهلا وسهلا، واللي محاب يسوي لي لايك تشرفت فيك في متابعة المقطع حقي. شكرا لكم على الدعم، كان معاكم أخوكم يوسف من قناة برو 88، ومع السلامة. Peace.